وازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا هوريكم ازاي تعملوا تشيك بوينت بطريقة سهلة جدا وخفيفة، تمام؟ بس كل اللي عليكم انكم تتبعوا الكلام اللي انا بكتبه كويس جدا، تمام؟ اول حاجة ندخل هنا على الارسال اللي هي الرسالة يعني، وبعديها نضغط على الارقام، وبعديها نجيب علامة الشرطة دي نجيبها، وبعديها نكتب give تمام، وبعديها نضغط على الارقام تاني ونجيب العلامة دي، وبعديها نروح للحروف ونكتب s، وبعديها نعمل مسافة ونكتب command block command ما نعملش شرط ابدا في الكلمة دي، نروح للارقام وبعدها نروح للزائد واليساوي والحاجات دي، وبعديها نجيب الشرطة دي، مش الشرطة دي، لا دي غلط، تمام؟ نجيب الشرطة دي ونكتب بلوك block بعديها ندوس هنا، لا بعديها ندوس هنا، تمام؟ هيجيلنا الكوماند بلوك على طول من غير اي حاجة، بس مستحيل نهائيا تلاقوها هنا ابدا ابدا ابدا، حتى لو بصوا وعمركم ما هتلاقوها كوماند، مش هتلاقوها ابدا مهما كان في الحتة دي، مش هتلاقوها، لازم تبحثوا عنها، تمام؟ بس نحول دي اهو، بعديها نحفر حفر، لو انتوا كنتوا عاوزين تعملوا بارفور بقى وعاوزين يكون في تشيك بوينت وكده، تمام؟ هتعملوها تحطوا هنا، وبعديها ندخل عليها ونعمل نفس الشرطة اللي احنا عملناها ونكتب سبون بوينت، وبعديها نعمل مسافة وندخل على الأرقام ونعمل الشرطة دي ونكتب بي، تمام؟ وبعديها نخرج، ودي اتعمل لنا التشيك بوينت. بس ايه بقى، لحظة ثانية واحدة، لازم انتوا بقى حسب ما انتوا عاوزين، او انا افضل الستون، انتوا بقى مثلا عاوزين ده، عاوزين اي بلوكة زي ما انتوا عاوزين، تمام؟ وبعديها نجيب الزر ده، تمام؟ وبعديها نعمل كده كده، وبعديها نضغط على الزر، وادي التشيك بوينت، مبروك عليك، تمام؟ فهنجرب بقى التشيك بوينت تمام او مش تمام، هشيل الحبل دي عشان لو مت، يلا نجرب نحول سيرفايفل، يلا التشيك بوينت مظبوط او مش مظبوط؟ التشيك بوينت مظبوط وتمام بالظبط، بس ممكن تلاقوا نفسكم ابعد منه بحاجة خفيفة خفيفة، تمام؟ فالتشيك بوينت مظبوط، ومبروك عليك يا معلم التشيك بوينت، مبروك عليك التشيك بوينت، واهل التشيك بوينت كمان مبروك عليك التشيك بوينت. يا ريت لو الحاجه دي نجحت معاكم وعجبكم الفيديو اعملوا لي لايك، وتكتبوا لي تعليق تقولوا لي ان هي نجحت معاكم او لا، تمام؟ اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه واعملوا سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد مني. فسلام.